تشيا نهائيا ان شاء الله ان نسقط قيس سعيد الذي لا اعتبره رئيسا، لا اعتبره رئيسا لانه خان الامانه. علاش لا تعتبروش رئيس؟ علاش؟ على خاطر نحب نقول لك حاجه، والله يشهد اني نقول الحق، اني صرفت من جيبي على قيس سعيد وتعبت من اجل حمله قيس سعيد، ورغم اللي ما نعرفوش قالوا لي راهو راجل طيب وراهو السيد الاخر مجرم ومبيوزي. قلت برا اني نمشي مع الراجل الطيب يتكلم بالعربيه القحه ولغه القران. يا عاد اش تحب انت واحد يتكلم بلغه القران؟ تعاونوا نتعاونوا عاونتوا يا خويا. والله العظيم صرفت من جيبي، يشهد علي يا ربي، سيارتي ونجري ونلهط. من بعد بديت نعمل روحي بالكف، مهبول وليد، نضرب بروحي بالكف. ما هو كان الرئيس مهبول، ولي كنا مهبل كيفه. الرئيس طلع مهبول، قلت ملاني ما طلعش مهبول، وليت كل نهار نعطي روحي ثلاثة كبوف، لكن في المنام يجيني منام يوميا والله على ما أقول سيد، يجيني في منامي أني نعطي في الكب القيس سعيد خاطره مرضني، عندي المرض الكل هو كمل لي البقية نتاعهم. ليش عملت لك يا قيس سعيد؟ أنا لا أعتبرك رئيس، أعتبرك خائن للوطن، خاين للشعب التونسي، خاين للناس اللي عطوك صوتهم، الناس الكل داروا على القروي وحطوك انت شويه طلع جرثومه بيوع تبوظ. اسيدي تعرف وين شكونه بالنسبه لي انا قيس سعيد؟ من غير لا والله ما نقول كلام زايد. لا ما نقول، لا مش نقول، مش نقول بقيس سعيد ابكاري، ما شنو؟ تفضل. سمايحي يبوسي كتاب رئيس فرنسا، ما نعرفش حتى اسمه انا، رئيس يبوس له كتاب. وجدي مات من اجل تحرير تونس، قال لك ما عندناش شهداء، عندنا وفرنسا كانت حاميتنا. كانت لعل جدك انتحر. انتحر هو.